أصدقائي الذين قد سأبدأ قريبا بدورات في التدريب في هذه المرحلة الجديدة في حياتي. أود أن أشكر الرئيس وليوناردو وكل النادي بأجمعه لدعمهم لي من أول يوم بعد المؤتمر الصحفي في برشلونة، وإنهم كانوا سريعين في المفاوضات وكانت سهلة للغاية في الحقيقة، وكان موقف محير وحل العديد من المشكلات ولم يكن سهل بالنسبة له، وأنا أشكرهم على ذلك وأكرر أنني سعيد للغاية لوجودي هنا ولدي الرغبة في اللعب ولا أستطيع أن أصبر أكثر من ذلك. أود أن ألعب، ما زلت أرغب في اللعب ولا أود في الانتظار، وأود الاستمرار في وظيفتي وفي سيرتي المهنية، أود في جلب الجوائز لهذا النادي والحصول على الألقاب والفوز بالألقاب. لذلك جئت إلى هذا النادي، آمل أننا يمكننا إحداث ذلك معا. أنا سعيد لوجودي في باريس، وكان الأمر جنوني، وأنا مندهش ومتفاجئ بذلك. أشكركم مرة أخرى للطريقة التي اصطحبتوني بها والتي استقبلتوني بها، وسأقاتل من أجل هدف النادي. أود أن أبدأ مرة أخرى وأشكر الرئيس ليوناردو ونادي باريس سان جيرمان، وأشكركم لوجودي معكم هنا الآن. وأود أن أبدأ الآن، أشكركم، لنخوض في بعض الأسئلة والإجابات. مساء الخير ليونيل. Quel est votre sentiment à l'idée de jouer aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé? أنا من وكالة AFP، من الوكالة الفرنسية. كيف تشعر باللعب إلى جانب ميسي وباكي؟ إنه أمر جنوني وأنا سعيد للغاية بشأنه، وتشارك الأحداث اليومية معهم ومع هذا الفريق الرباعي والقيام بتحويلات كبيرة. الفريق رائع وأنا أرغب في التدريب والمنافسة الآن لأنني سألعب مع أفضل اللاعبين. إنه أمر رائع وإنها تجربة رائعة وهائلة، وسأتمكن من الاستمتاع بها. أهلا ليو، أنا من لو باريزيان. مرحبا بك في باريس. متى تعتقد أنك ستستطيع اللعب في الدقائق الأولى في بطولة فرنسا؟ بالحقيقة لا أعرف، كنت في إجازة، كنت في عطلة، وإنه شيء أمر جديد. تحدثت بالأمس إلى الطاقم التقني الفني، لذلك سوف قد أحتاج إلى فترة تسبق الموسم. سأتدرب منذ اليوم وسأستطيع اللعب في أقرب وقت، ذلك ما أرغب به، ولكن لا يمكنني الإجابة على سؤالك. عندما أشعر بأن المدربين والفريق يشعر أنني بخير، عندها سأستطيع اللعب وسأكون راغبا في اللعب. صباح الخير ليو، أنا من جريدة ليكيب. قلت أنك حزين للغاية لتركك للبارسا، وتحدثت أيضا عن فرحتك بوصولك إلى باريس سان جيرمان، لذلك ما هو شعورك؟ الفرحة والحزن الذي حدث لي في الأسبوع الماضي كان غريبا وكان صعبا وكان سريعا وكان شعوريا.
لا أستطيع ما تركته وعايشته في برشلونة، ولكنني أشعر أيضا بأنني سعيد بهذه الحياة الجديدة على المستوى الرياضي ومع عائلتي أيضا. أنا سعيد. كل هذا الأسبوع بأكمله كان يحدث سريعا، وما زلت أفكر وأحاول استيعاب ذلك كل يوم، وكل يوم نحاول استيعاب ما حدث. أهلا ليو، أنا من الجزيرة. نعرف أن الرؤساء هنا في باريس، ونعرف أن حلم باريس هو حلم يكبر كل يوم. ليو، رأيت أن الأشخاص في باريس كانوا ينتظرونك لثلاثة أيام، والمعجبين والمشجعين كانوا في مطار لبورجيل للعديد من المرات. وما هي الرسالة التي أرسلتها إلى المعجبين في فرنسا؟ أعتقد أن هدفنا، الجميع يعرف هدفنا، أننا نريد الفوز بجميع الجوائز في جميع الألعاب، لن يتغير ذلك. والآن مع ليو نحن نقترب من الفوز، ولكننا نريد أن نفوز أكثر. أعتقد أننا علينا أن نلعب وأن نفوز بكل مباراة للفوز بالجائزة. سيتوجب علينا أن يكون هناك انضباط لكي نفوز بكل مباراة كل يوم. أنا على القول أنني ممتن للغاية، أنا ممتن للأشخاص في الشوارع وفي برشلونة بالطبع. الصحافة تحدثت عن ذلك، وقد رأيت مشاهد مثل ذلك في إسبانيا، وكان الأشخاص في الشوارع، وكان رائعا أن أراهم في الشوارع. لذلك أنا ممتن للغاية وأود أن أشكرهم، وأنا أريد رؤيتهم الآن كثيرا في المدينة وفي الاستاد. سيكون عام رائع وسنستمتع بكل ذلك. مساء الخير، أنا من التلفزيون الفرنسي ميدواسي. تهاني لك لهذا التحول، هذا الانتقال التاريخي. هناك أسئلة عديدة حول كيليان مبابي بعد وصول ليو. ماذا عن مستقبل كيليان مبابي؟ أعتقد أن الجميع يعرف مستقبل كيليان. الأشخاص من باريس واللاعبين في باريس أشخاص يمتازون بالقدرة على المنافسة، يريدون الفوز، وإنه الفريق. أعتقد أننا لدينا أكثر فريق قادر على المنافسة في العالم. مساء الخير.